بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، سنتحدث اليوم عن أول دراسة ألمانية تثبت تفوق اللغة العربية، قوة اللغة العربية وأثرها على الدماغ. كيف تؤثر لغتك العربية على دماغك؟ ما الفرق بين تأثير اللغة العربية وبقية اللغات مثل اللغة الألمانية؟ ماذا تفعل اللغة العربية بالدماغ أيها الأحبة؟ وسوف نستنتج في نهاية هذه الدراسة إن شاء الله لماذا أنزل الله القرآن باللغة العربية، لماذا اختار اللغة العربية من بين آلاف اللغات في العالم. سنكتشف السبب من خلال هذه الدراسة المهمة جدا. أحبتي في الله، هذا هو دماغنا. هناك مناطق مسؤولة عن معالجة قواعد اللغة، الدلالات اللغوية، معاني الكلمات، ترابط الكلمات، ما تدل عليه هذه الكلمات. هناك مناطق محددة قام العلماء في هذه الدراسة، وهي أول مرة يقومون بمثل هذه الدراسة، وأجرى هذه الدراسة على مجموعتين، مجموعة لغتها الأم هي اللغة العربية ومجموعة ثانية لغتها الأم هي اللغة الألمانية. أرادوا اكتشاف الاختلافات بين اللغتين. طبعا أيها الأحبة، افترض العلماء أن جميع الأدمغة متشابهة وكل اللغات تعطي نفس الأثر، لأننا كما نعلم كل اللغات فيها قواعد وفيها فعل وفاعل ومفعول به، وفيها أسماء وصفات وأفعال، يعني ظاهريا اللغات كلها نفس الشيء، وبالتالي أثرها سيكون متشابها. ولكن ماذا كشفت هذه الدراسة؟ طبعا هذه الدراسة أنا جئت هنا بصورة، صورة البحث، لمن أحب أن يطلع على البحث. هذا موقع ماكس بلانك، وهذه هي صورة الدراسة. هذا العالم كبير الباحثين في معهد ماكس بلانك بألمانيا، دكتور ألفريد أنواندر. طبعا هنا يجلس بجانب هذا الكمبيوتر الذي يظهر صورة الدماغ، حيث وجد هذه النتائج أيها الأحبة. النتيجة الأولى، دقق معي لأن هذا الكلام دقيق جدا، وهذه الدراسة فعلا تمثل معجزة علمية. وجد أن المناطق المسؤولة عن معالجة القواعد النحوية عند الألمان أكثر تعقيدا. إذن قواعد اللغة الألمانية معقدة، على عكس قواعد اللغة العربية سهلة. دماغنا لا يبذل جهدا كبيرا في موضوع القواعد، لأن هناك مكان في الدماغ مسؤول عن معالجة قواعد اللغة، الفعل، الفاعل، المفعول به. طبعا كلها عمليات لا شعورية نقوم بها من دون أن نشعر، وحتى من دون أن يكون لدينا خبرة أن هذا فاعل وهذا مفعول به وهذا حال وهذا منصوب وهذا مرفوع، من دون أن يكون لدينا أي معلومات عن هذا الموضوع. هذه عملية لا شعورية تتم في دماغ الإنسان الناطق باللغة العربية أو الألمانية. إذن ماذا يدل ذلك؟ أنا أستطيع أن أستنتج أن اللغة العربية أكثر تنظيما من حيث القواعد. في اللغة العربية أحبتي في الله، ظاهريا نظنها صعبة، ولكن كقواعد هي قواعد متينة ومحكمة وتسير بنظام محدد. هذا يعني أن قواعد النحو عند الإنسان العربي هي قواعد فطرية تسري في جسده، منظمة تنظيما شديدا، لذلك الدماغ لا يبذل جهدا كبيرا عند العرب. عند الألمان القواعد لديهم معقدة كثيرا ومتشتتة، فالدماغ يبذل جهدا كبيرا للتمييز بين الفاعل والمفعول به وهذه الأشياء أيها الأحبة. إذن هذه هي النتيجة الأولى. النتيجة الثانية، هنا المناطق المسؤولة عن الدلالات اللغوية أكثر تعقيدا عند العرب. ماذا يعني ذلك؟ يعني الكلمات في اللغة العربية لها دلالات كثيرة جدا، على عكس الألمانية تجد الكلمة لها معنى محدد، معنى شائع تستخدم فيه، بينما في اللغة العربية تجد أن الكلمة لها عشرات المعاني أحيانا، وعندما تضعها في سياق معين تعطيك معنى معين، في سياق آخر تعطيك معنى آخر. الكلمة العربية تومض، لها وميض، لذلك الكلمة العربية توظف
في أساليب متعددة مما يجبر الدماغ على بذل جهد أكبر لمعرفة هذه الدلالات. مثلا الكلمة الواحدة لها صيغ كثيرة، مثلا الرحمن الرحيم. طب في اللغة الألمانية لديهم الرحمة فقط، أو في اللغة الإنجليزية الرحمة، الرحمن الرحيم الراحم أرحم الراحمين، الرحم مشتقة من الرحمن الرحم، كل هذه غير موجودة لديهم. نحن من كلمة واحدة تستطيع أن تشكل مجموعة كبيرة من المشتقات اللغوية. هذا يدل على أن اللغة العربية أكثر تعقيدا من حيث الدلالات. لذلك القرآن عندما نزل باللغة العربية ماذا يعني ذلك؟ يعني أن دلالات هذه الكلمات الكثيرة جدا وظفها القرآن ليعطيك أكبر عدد من المعاني في أقل عدد من الكلمات. سوف نأتي على أمثلة بعد قليل. عند النتيجة الثالثة، عند الناطقين بالعربية هناك اتصال أكبر بين نصفي الدماغ، يعني هذا الدماغ يعملان معا. يعني أنا عندما أتكلم اللغة العربية جزئي الدماغ عندي الأيمن والأيسر، نصفي الدماغ يعملان معا. الألماني يعمل لديه نصف واحد فقط، التركيز على نصف معين، نصف معين يمين أو الأيمن أو الأيسر. طيب ماذا يعني ذلك؟ هذا يعني أيها الأحبة أن الترابط بين الكلمات، العلاقات بين الكلمات في اللغة العربية أعقد. فالعربي يلحظ معاني متعددة في نفس اللحظة، المعاني المحتملة، بينما الألماني يركز على قضية واحدة، معنى واحد، وبالتالي يشغل نصف دماغ واحد فقط. اللغة العربية تحتوي على الكثير من أدوات التأكيد، في الألمانية غير موجودة. كلمة قرآنية فأسقيناكموه، كلمة واحدة. في اللغة الألمانية تحتاج إلى 7 كلمات حتى تعبر عن هذه الكلمة، وكلمات منفصلة عن بعضها. الفاء هنا تحتاج لكلمة، فاء تحتاج لكلمة لتعبر عنها، أسقينا تحتاج لكلمة، الكاف في أسقيناكموه، الميم، الواو واو الجماعة، الهاء مفعول به ثاني. أنت تحتاج ل6-7 كلمات أو أكثر لتعبر عن كلمة واحدة في اللغة العربية. لذلك أنا دماغي عندما أسمع فأسقيناكموه مع أنها كلمة واحدة يبذل جهدا أكبر ويشغل نصفي الدماغ لألحظ هذه العلاقات المتشابكة وهذه المعاني المحتملة. وبالتالي أنت تستطيع باللغة العربية أن تعطي، لاحظ معي هذه قاعدة مهمة، أن تعطي أكبر عدد من المعاني بأقل عدد من الكلمات. لذلك نزل القرآن باللغة العربية ليعطيك أكبر عدد من المعاني بأقل عدد من الكلمات. وانظر معي، القرآن منذ 1400 سنة كل يوم يظهر تفسير جديد، حتى الآن لم يتوقف تفسير القرآن ومعاني القرآن وإعجاز القرآن وآفاق القرآن ودلالات المعاني في والكلمات في القرآن العظيم. كل يوم يظهر شيء جديد، سبحان الله، 1400 سنة. فهذا لا يتحقق إلا باللغة العربية. لذلك اختار الله اللغة العربية وقال إنا أنزلناه ماذا؟ قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. إذن إذا أردت أن تعقل عليك أن تتقن اللغة العربية التي هي لغة القرآن. فإذا الدماغ العربي يعمل بشكل أعقد لمعرفة دلالات الكلمة والمعاني المحتملة التي تحيط بهذه الكلمة. لذلك هنا أخي الحبيب الباحثون رسموا هذا الشكل. هنا نلاحظ أن الدماغ العربي يعمل بجزئيه، الدماغ الألماني يعمل نقاط محددة كما نرى، ترابط أقل بكثير. طبعا هنا نتائج هذا البحث أيها الأحبة تقول إن اللغة العربية أكثر تنظيما من حيث القواعد. وبالفعل الذي تعمق في قواعد اللغة العربية يدرك أنها أكثر انتظاما. اللغة العربية أكثر تعقيدا من حيث الدلالات، يعني هي لغة منظمة ودلالاتها كثيرة جدا. ولذلك لدينا في اللغة العربية ما يسمى بالبلاغة، في بقية اللغات غير موجود هذه البلاغة. اللغة العربية أكثر خيالا وأكثر حيوية وغنى، لذلك تتطلب عمل جزئي الدماغ.
وأخيرا اللغة العربية أكثر عاطفة وأكثر إحساسا وغزارة. لذلك ذكر الله حقيقة إنزال القرآن باللغة العربية في 11 آية: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وكذلك أنزلناه حكما عربيا، وهذا لسان عربي مبين، وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا بلسان عربي مبين، قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، أأعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا، إنا جعلناه قرآنا عربيا، وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا. يعني انظر أخي الحبيب، كلمة عربي ذكرت في 11 آية في القرآن الكريم ليؤكد لنا الله عز وجل على أهمية هذه اللغة. لذلك هنا عندما تذهب إلى بعض الكتب المقدسة تختلط على كثير من الناس، ما هي اللغة التي نزلت بها؟ ما هي اللغة التي كتبت بها؟ العبرية أم اليونانية أم الآرامية أم السريانية؟ لا تعلم. بينما هنا آيات واضحة تؤكد أن القرآن نزل باللغة العربية، لأن هذه اللغة هي الوحيدة التي تستطيع أن تعطي أكبر عدد من المعاني والدلالات بأقل عدد من الكلمات. نحن لا نملك إلا أن نقول الحمد لله على نعمة الإسلام أن هدانا للإيمان وأن حفظ لنا هذا القرآن، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. يعني اليوم انظروا إلى أتباع الكتاب المقدس، ما هي اللغة التي لا أحد يستطيع أن يتكلم باللغة التي تكلم بها المسيح عليه السلام، بينما أنا اليوم أتكلم معكم باللغة التي تكلم بها محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن القرآن حفظ لي اللغة العربية، نفس الكلام الذي كان ينطق به النبي عليه الصلاة والسلام قبل 14 قرنا، أنا وأنت نتحدث به اليوم ونتعامل بكل بساطة، بينما اللغة العبرية القديمة أو اليونانية أو السريانية أو الآرامية، هذه اللغات القديمة من يتعامل بها اليوم؟ لا أحد. فهذا يدل أيضا على بقاء اللغة العربية وقدرتها على البقاء والاستمرار والتنوع والحيوية، فهي لغة خلاقة، لغة حية حيوية. وأقول كلمة أخيرة للمشككين وللملحدين: أعطونا كتابا أفضل من القرآن نتبعه إن كنتم صادقين. أنتم تدعون أن هذا القرآن كلام بشر وأنه خزعبلات وكلام فارغ، طيب أعطونا كتابا أفضل منه وأكثر بلاغة وأكثر معلومات ويهدينا أفضل من هذا الهدى الذي نراه في القرآن ونتبعكم إن كنتم صادقين. ولكن هيهات أن يأتوا ولو بذرة مثل القرآن. نسأل الله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، إنه على كل شيء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.